لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. اليوم رح نتعلم كيف نستخدم الألوان الدافية بالميك اب واللي بيلبق مع كل العيون وبالأخص اللون البني. حبلش بمرطب للوجه، حط نقطة قليلة. مهم دائما وجهنا يكون مرطب قبل ما نبلش الميك اب. عم بفرده بطريقة كتير ايفنلي، بس بحرك شوي دوائر. كتير مهم نكون معتنيين ببشرتنا منيح قبل ما نبلش ميك اب، سواء كان كريم سيرم اللي بتعملوه دايما. بدي احط كريم لتحت العين. هذا الكريم كتير بحبه لانه فيه رتنول وفيه كمان فيتامين سي، فهذا الاي كريم بخفف الانتفاخات تحت العين. بحط حول العين كمان، وكمان بدي احط مرطب شفايف. هلا بما ان خلصت اعتني ببشرتي بقدر هلا ابلش بالميك اب. اول شيء رح ابلش بالبرايمر. هذا البرايمر فيه شوي لمعان، فلما نحط هيك ميك اب رح يطلع بطريقه كتير حلوه. حتى لما اتركه هيك برايمر لحاله مبين كانه بس كاني حاطه كريم يعني جاي من بشرتي. فيفضل تتركوا البرايمر شوي ينشف على بشرتنا، ولما ينشف بدي احط شوي براو جل بس امشط حواجبي، وكمان عم بيعطوا لون. هلا رح احط فاونديشن. رح احط اليوم سي سي كريم. تركيبه هذا الفاونديشن بيكون اقل من الفاونديشن الطبيعي، فهذا بيكون عباره عن كريم مع شويه فاونديشن. ما رح احط كتير بس رح اخلط هاد. وعادة السي سي كريم بيكون فيهم واقي شمس، هذا منيح كمان اذا حطيتوه الصبح. فبس هلا بدي ابلش افرد، ولا تنسوا الرغبة اكيد. هلا انا دمجت الفاونديشن بس بدي اثبته هلا بالباودر، بس بطريقة خفيفة بس عم بلف على الوجه هيك. انا عم بعطي كمان لون، كمان عم بثبت الفاونديشن. بركز على المناطق اللي شوي بتكون بتزيت، يعني هاي المنطقة عند جبين نوز. هلا بدي احط كونسيلر، ولاني حطيت اي كريم هلا كثير رح يساعدني لما عم بدمج الكونسيلر. برجع بكبس هاي المنطقة بالسفنجة، تأكد انه مندمج منيح. مثل ما ثبتت الفاونديشن بدي اثبت الكونسيلر. رح اخذ لوس باودر خفيف وبس بدمج باللوس باودر اللي حطيته. وبحب السفنجة الزايدة بيكون فيه لسه لوس باودر، بس بعيد شوي على الفاونديشن. بدي احط نقطة بلوش. الالوان اللي انا عم بنقيها اليوم تكون هي شوي ترابية، فعم بنقي الالوان سواء كانوا بالعيون او بالخدود او بالتون بيكونوا ترابية. والالوان شوي الحمار او بيجي شوي على اورنج بعتبروا الوان دافية. بحط شوي على الخدود بس اعطي لون شوي للوجه. هلا بدي استخدم برونزر، بس عم بجيب الفرشاي هيك شوي لفوق عشان ارفع الخد. هلا بدي انتقل للعيون. الالوان هدول دافيين، فانا رح اجيب هدول اللونين بس رح اجيبهم على الكريس اللي هو الجفن، بس اعطي تحديد. هلا كل واحد عنده اندرتون غير عن التانيين، سواء احنا كان عندنا اندرتون اللي هم البارده او الدافيه او اللي بالوسط بيجي نيوترن. بس اكيد احنا بنقدر نلعب بالعيون او بالتم سواء كانوا هدول الوان الاندرتونز، بس احنا لازم يكون اللون الفاونديشن او الكونسيلر يكون الناسب الاندرتون تبعنا يعني. فبس شوي عم بغمق هذا البرة. هلا خلصت من الاي شادو بدي احط شوي اي لاينر. عم بعمل خط كتير رفيع. هلا بدي اجيب اي لاش كيرلر بس قطع جرموش. هلا مسكارا. هلا بدي اجيب كريم شادو ستيك، بس بدي افتح هاي المنطقة شوي وبدمج بهذا الاصبع الصغير. تقدر تحطه كمان عم تحت الحاجب. وكمان من درجات الالوان الترابية هو لون البني، فصارت هاي العين شوي اغمق. وبفرشاه شوي مسطحة بس بدي أدمج الشغل هون عشان يطلع بطريقة شوي ألطف. بتقدر تجيبوا حتى لون البرونزر بس نخلطه. فإذا بتلاحظوا هيك صار في سحبة بالعين هيك مرفوع، يعني ساعدني هيك بالآيلاينر اللي عملناه لفوق والتحت. كمان
كمان من الوان الترابيه في الوان البرونز، فجبت هيك لون كحله بس حطيته هون باول العين، بس هيك شوي تعطي لمعان تحديد كمان. فاذا بتلاحظوا انه هذا كثير منيح مع الالوان البنيه، بين لون هيك شوي كثير اقوى. فالالوان الترابيه بيلبقوا مع البنات اللي عيونهم بني، فبس هلا عم بحط مسكارا بنيه ادمج كل شيء، فهيك صار اللوك الطف لأن المسكارا مش سودة. فهيك احنا خلصنا العيون، فرح ارجع اجيب اللون البرونزر بس شوي ارجع اعطي لون. بدي احط نقطة هايلايت، وهذا لونه جاي شوي على ذهبي، فكمان هدول الوان ترابية يعني. فبس عم بجيب الهايلايت شوي بس باصبعي، عم بطبطب فيه هيك، بثبته على الوجه، واجيبه نفس هذا اللون بس بكريم، جيبه فرشاي بس حطه على الأماكن، لازم شوي نحط عليها هايلايت. هلأ بس بدي أثبت الهايلايت اللي عملته بس بباودر. وإحنا عادة لما نحط كريم شوي تحت قبل ما نحط باودر بصير هيك اللون شوي أقوى. هلأ خلصنا من الوجه والعيون، فبس رح أعمل التم. رح أعمل زي أمري إفكت بس بقلم حمرة شوي أغمق، بس كمان الألوان ترابية ونفس لون درجات البني، بس بحطهم على الأطراف. رح أجيب نفس اللون بس بحمرة، وهلأ رح أجيب لون أفتح شوي بدمجه بأصبعي. إحنا هيك عم نعمل أمبري إفكت، يعني من الأفتح للأغمق، كل ما نيجي للنص بيكون أفتح. لاحظوا كل الألوان اللي عم بعملها بيكون ترابية، بما انه هاي ليبستيك عاديه مش ليكويد ليبستيك، ودمجت باصبعي رح ارجع بس اضبط بالقلم عشان ما اتاكد انه ما يكون في اشي طالع لبرا. واخر اشي بس رح اجيب زي ليب كلوس بس على ستروب، وبس بدمجه باصبعي. وهيك احنا بنكون خلصنا، ان شاء الله تكون استفدت.